وبسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي المشاهدين، مشاهدي كرة القدم في كل مكان، هذه المباراة عصام الحضري للمرة الأولى، حسني عبد ربه الموجود النهاردة على دكة البدلاء للمرة الأولى، لكن تتقطع ترجع مرة تانية لأفولابي على حدود منطقة الجزاء، وأول تسديدة وأول محاولة عن طريق أوكيكي أفولابي رقم 23 اللاعب النيجيري اللي زي ما قلت لحضراتكم هو أول ظهور من دوجو من زاوية صعبة جدا، من زاوية صعبة وكورة صعبة، لكن اتصرف فيها أفولابي، أوكيكي أفولابي تصرف فيها بشكل كويس، راح على الكورة يسلمها إلى مهاب ياسر، والأمان والاطمئنان مرة تانية عرضية، وأفولابي كان تدخل في الكرة اللي فاتت دي مع أوكيكي أفولابي، هذه الغلطة هذه الغلطة هذه الغلطة ونجح. هو آخر